الجهاز الفني كمان وتكوينه مع منتخبنا الأولمبي محترم جدا. اتكلم الكابتن شوقي غريب وخبراته مع المرحلة العمرية ديت، بجانب تواجد اسمين ممكن يكون اعمارهم السنيه قريبه الى حد ما من اللاعبين، كابتن وائل رياض والكابتن محمد شوقي، دورهم مع منتخبنا الاولمبي في الدعم كمان اللي بيدوه للاعبين بجانب طبعا الارشادات الفنيه. زي ما حضرتك قلتي، وجود كابتن محمد شوقي وكابتن وائل رياض في الجهاز الفني هو بيكسر عند اللعيبه حاجز السن او التعامل النفسي بينه وبين الجهاز الفني. يعني اعتقد ان ممكن يكون لعيبه كتير، يعني مثلا رمضان صبحي ممكن يكون حضر جزء من بعض اللعيبه او حضرهم هو في الناشئين وهم في الفريق الاول في الاهلي زي محمد شوقي ورياض. دي تكسر عنده حته. وبرده وجود كابتن معتمد جمال كمدرب عام برده خلت جيل، يعتبر الجهاز الفني فيه ثلاث اجيال من المدربين، كابتن شوقي غريب، كابتن معتمد جمال، كابتن محمد شوقي ورياض. فاعتقد لا، التوليفه كلها كامله مفيده بالنسبه للاعيب. كابتن معتمد مع كابتن شوقي عناصر الخبره في الجهاز، كابتن محمد شوقي كابتن رياض عناصر الشباب والحيويه والحركه مع اللعيبه في التدريبات، قريبين منهم، اي لعيب عنده مشكله بيقدروا يحلوها. فاعتقد لا، التوليفه كامله، ان شاء الله ربنا يكتب لهم النجاح في اخر البطوله باذن الله.